السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هذه الطلعة ديال الشيخ الضاوي، وهنا كان عندنا أكبر تجمع صفيحي المعروف بجامايكا. تغييرات كبيرة، تفتحات الطريق وبدات مشاريع كبيرة في المدينة. وهنا القدام عندنا السوق البلدي اللي كيعرف كذلك واحد العملية ديال الترميم، فالله يكمل كل شيء على خير. اليوم غادي نبينوا لكم بعض التغييرات والاشغال اللي كاينه في الجنبات ديال النقط اللي كانت فيها الدواوير، وفي نفس الوقت غندير واحد المناشده للسيد الوالي اليعقوبي، لان الناس مساكن تغلبات، الناس تقهرات. الله يكون في العوان، الله يكون في العوان. كيف ما كيعرف الجميع، هنا دوار بن ناصر الشمالي تراب الملحقه الاداريه الثانيه. هنا فين كان عندنا الفايز وكان عندنا دور الصفيح، هنا فين تغيرت الامور ولا عندنا سوق نموذجي كما كتوضح الصوره، والبرج ديال الاتصالات من هنا كيبان، والبرج ديال السبيطار ديال بنو سينا من هنا كيبان. تغييرات كبيره، الطريق نحو العاصمه الرباط. هنا كنشوفوا امور مهمه كتوقع في دوار بن ناصر الشمالي بعد ما كان اشكال كبير ديال الماء ديال الضوء، فالناس الحمد لله وصلت الاشغال في دوار بن ناصر الشمالي. الله يكمل كل شيء على خير. الاشغال على قدم وساق، وهذه هي الطريق اللي غادي يدوز فيها التراموي ان شاء الله. والحمد لله بدينا كنشوفوا الناس بدات كتبني البقع ديالها، وبدينا كنشوفوا تغييرات مهمه في الجنبات ديال شارع محمد الخامس. هذا الشارع هذا اللي كيتعتبر شارع مؤقت، لان باقي اشغال كبيره جايه في الطريق. حنا كنهضروا على دوار بن ناصر الشمالي، كنهضروا على البقعه الكبيره اللي جات خلف مسجد التقوى، اللي كنتمناو من الله ان يدار فيها شي فضاء كبير، شي جرده كبيره، تكون واحد المتنفس للساكنه ديال مدينه تمارا المسيره واحد. وحنا كنهضروا على الاشغال ديال دوار بن ناصر الشمالي، كيفاش كان، كيفاش ولا. كنتمناو من الله انه اصحاب الشكايات، صحاب الشكايات قاطيني دور الصافي حتى هما يتحلوا المشاكل ديالهم ان شاء الله، ويفرحوا حتى هما بالسكن ديالهم، سواء بالملحقه الاداريه الثانيه او الخامسه او العاشره. بمعنى اخر كنهضروا على جميع الملحقات الاداريه بدون استثناء، اللي فيهم الناس ديال دور الصافي، الناس اللي باقين من صحاب الشكايات وكيتسناو. تغييرات كبيره كيعرفها دوار بن ناصر الشمالي، من سوق نموذجي، من اشغال ديال التهيئه ديال الناس، غيدخل لهم الماء، يدخل لهم الضوء بعد ما كانوا كيشربوا الماء من السيتيرنا، بعد ما كانوا كيجيو من الماء في السيتيرنا، كلها في واحد الوضع كيطرح علامات استفهام كبيره. فاليوم الحمد لله مجهودات كبيره كيقوموا بها الناس ديال الجماعه باش ان شاء الله نشوفوا مدينه تمارا في ابهى حله، واكيد بتعليمات من السيد الوالي اليعقوبي، اللي صراحه شفنا معاه مواكبه ميدانيه على مستوى مجموعة من نقاط بعمالة صخيرات تمارا. وحنا كنهضرو على الأشغال وآخر التطورات، فاليوم المطالب ومناشدة ديالنا للسيد الوالي اليعقوبي، خصوصا من خلال الرسائل اللي كنتوصلوا بها، فكاين مجموعة من العائلات اللي باقي ليومنا هذا كارين في الكراجات، كاين مجموعة من العائلات مازال كيتخبطوا في مشاكل، الله المستعان. كاين مجموعة من العائلات كيتسناو الملف ديال أصحاب الشكايات يتحل، وكاين مجموعة من العائلات اللي كيتسناو الملف اللي قطع أشواط متقدمة، اللي هو ملف ديال كيش الوداية. كنهضرو على الزرايب والديور الكبار، كنهضرو على مساحات كبيرة كانت كتسكن فيها خمسة أربعة العائلات ثلاثة، اليوم كل عائلة من دوك العائلات خاصهم يكريو، كاين ناس كارين كيعانيو في صمت رهيب. جا الدخول المدرسي، جا العيد، جات مجموعة من الأمور اللي الناس خلاتها تخبط في بعض المشاكل. نسأل الله أنه تسرع هذا الملف هذا في أقرب وقت، تبدا العملية ديال التعويض، تبدا العملية ديال التعويض، لأن الناس مساكن ما بقاش قادرين يزيدوا، لأن اللي عنده شي حاجة مسكين حطها، اللي هازو شي حد معاه راه تغلب، راه الله اللي عالم، الله اللي عالم ومطالع. خصوصا كنهضروا على الغلاء ديال الكهرباء والغلاء ديال يعني مجموعه من الامور، فكنتمنى وكنتمنى من الله انه يدار شي حل في القريب العاجل
في الملف ديال الودايه، الملف ديال الودايه خاصو شي حل في القريب العاجل ان شاء الله. نسمعوا الباريم، نسمعوا الناس بداش كتعوض، غتكون احسن خبر كنسمعوه في مدينه تماره. وباش ما تفوتنيش الفرصه، عندنا مجموعه من الاصدقاء اللي كيواكبونا من خارج ارض الوطن، اصدقاء اللي واخدين بقع ديالهم هنا في الطلعه ديال الشارع، اللي واخدين بقع ديالهم هنا في الجنبات ديال شارع محمد الخامس، وكيتسناو بفارغ الصبر تسويه الوضعيه ديال هاد الاراضي باش ان شاء الله الناس تبني وتستثمر في بلادها. الناس باغا تستثمر في بلادها وكتسنى الامور تقاد باش ان شاء الله يتوكلوا على الله. الناس مشات بغات تبني وما لقاتش اللي تجاوب معاها، الناس بغات تقاد الوثائق ديالها ما لقاتش اللي تجاوب معاها. غادي نديروا حلقه خاصه في هذا الموضوع على البقع اللي شارينو من الناس شحال هادي، باش نسلطوا الضوء على هذا الموضوع اللي فيه واحد علامه استفهام كبيره ما واضحاش. ونتمنوا من الله التيسير والخير لما فيه الصالح العام. واحد النقطه مهمه كنبغي نشير لها هو انه جميع البنايات اللي جاوا في الشوارع الرئيسيه او الثانويه اللي دازا قدامهم الطريق فراهم كيتصبغوا، فهذه رساله للناس باش يبادروا يصبغوا الواجهات ديال المحلات ديالهم، المنازل ديالهم. هكذا غادي نشوفوا مدينه بواحد الجماليه بواحد الرونق ان شاء الله، اللي غيزيدها واحد النقط اللي هي ايجابيه ان شاء الله. هنا الاتجاه ديال المسيره واحد، المسيره واحد. هنا كنشوفوا بزاف ديال العمارات بداو كيتصبغوا، بداو كيتقادوا، كنشوفوا مجموعه من النقط الايجابيه. فالله يسخر الامور يا ربي، ونتمنوا من الله الخير والتيسير. وغادي نرجعوا مره اخرى باش ناكدوا على الاشغال الكبيره اللي كيعرفها دوار بن ناصر الشمالي سابقا. هاد المنازل اللي كانت هنا اللي حتى شي واحد ما كان مدخل الماء، كان الناس كتعيش في واحد الوضع الصعيب. الحمد لله اليوم ولينا كنشوفوا اشغال مهمه، اشغال ديال باش يدخلوا الناس الماء ديالهم، يدخلوا الضوء ديالهم. امور غتكون ان شاء الله على اعلى مستوى بعد ما كنا سمعنا اخبار كتروج على ان الناس غيمشيو لعين عوده، حقا غتشملهم عمليه الهدم هنا اللي جاوا في الطريق او ما شابه ذلك. لكن الحمد لله الناس رجع لهم الاطمئنان، ارتاحوا وفرحوا خصوصا من شافوا الاشغال. واكيد مع هاد الاشغال غيجيو بنايات جداد، غتجي امور جديده ان شاء الله لمدينه تماره، غيولي واحد الرواج اخر. فالله يسخر الامور للجميع، والله يكون مع كل واحد. هادشي اللي كنتمناو، وكنتمناو مره اخرى من السيد الوالي اليعقوبي يعني ان شاء الله تسريع الوتيره ديال الملف ديال افراد جيش الودايه، نشوفوا الملف كيخرج الارض الوجود عما قريب، لان الناس مساكن الله يكون في العوان. والله العظيم الى الناس كيعيشوا في واحد الوضع حرج، وكذلك اصحاب الشكايات قاطيني دور الصفيح. الناس مابقاوش عارفين شنو المصير، الناس اللي من حقها دير القرعه ودخل تسكن لقات راسها ما عرفاتش شنو المصير، مصير يعني علامه استفهام كبيره. نتمنى من الله الخير والتيسير يا ربي، تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم.